السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سيداتي أنساتي سادتي مخداتي وسادتي. أما بعد، اليوم بقدم لكم، اللي ما يعرف قناة خليل جيمينج، طبعا هاي الجملة الافتتاحية دائما موجودة، مجموعة ألعاب أنا تعجبني في شركة فودو. هاي الشركة وايد حلوة، أكثر ألعابها تعتمد على كليك والمسافات والحسابات وشغلات سريعة. أول لعبة هاي اللي فتحت دايركت قدامكم اسمها بيسبول بوي، بتشوفونها مكتوبة على الشاشة عندكم، بكتبها تحت على الديسكريبشن. كل الألعاب أسامي بتكون موجودة. اللعبة تعتمد على الرمي فقط، رمي، كل ما عندك هي تقوي الضربة وتقوي سرعة الضربة وتقوي البونس آخر شيء. اللعبة وايد حلوة لأنها هاي ممكن تلعبها في لفتة. كل هالألعاب الموجودة تعجبني لأنها في أوقات انتظار بسيطة ممكن أنكم تستعملونها وتستغلونها بشكل حلو. يعني منتظر مكان، طابور قدامك، حد قدامك، تلعب هاي الألعاب، والله ألعاب حلوة، لكن للأسف تعتمد على الدعاية بشكل جدا كبير. المهم بحاول أختصر الموضوع لأنه ما بيطول الفيديو وايد بصراحة. يعني هني المبدأ جدا بسيط مثل ما تشوفون، يعطونكم كاش عقب كل رمية تحصلون فلوس وانتو في الهواء الكرة سايرة. بس في شغلة، اذا دقيت الكرة تحاولون تتيبونها على الوسط بالضبط تكون اقوى قوة، لكن لاحظت ان هالشي غير مفيد. طبعا كل ما تحصلون فلوس لا تنسون تزيدون قوتكم. اكتشفت ان الضربة على الجنب افضل، لان اذا ضربتوها سيدة بكل قوة الكرة تدعم في وايد شغلات، تدخل المدينة الصراحة وتطلع الروح، شوي تضرب في سيارة، شوي تضرب في ليت، شوي تضرب في عمارة. لكن اذا ضربتوها يمين ولا يسار، لا اوكي الامور طيبة تمشي سهالات صراحة، نطيحون على براحة فاضية ولا هي مساحة ارض فاضية والعوائق اقل وايد، وصلوا ممكن مسافات اكثر بالبونس. باختصر هذا الفكرة الاساسية للعبة، بحاول ننتقل للعبة اللي بعدها على طول. اللعبة اللي بعدها اسمها بول بلاست، هاي يمكن لعبتي المفضلة، اكثر واحدة يمكن لعبتها للحين، لا مش اكثر واحدة بس من الافضل عندي. هاي جدا بسيطة، الكونسبت مالها جدا بسيط، دبابة وكور تطيح من السماء، الكور تنقسم على حسب رقمها، تنقسم نصين. طبعا تعرفين العمليات الحسابية، وفود وايد العاب عندهم تعتمد على ارقام، عمليات حسابية، يا تجمعون أرقام يا تقسمون أرقام وتسوون هالسوالف. أنا تعجبني هالأمور، وعلى فكرة هاي ما يبالها حساب، هاي بس إن الأرقام تتقسم نصين. عندكم دبابة ونفس الشيء تقوونها، نفس مبدأ ضربة البيسبول، كيف يمكن لكم فيها ضربة، فيها سرعة، فيها هني نفس الشيء، فيها عدد طلقات، فيها عدد طلقات بالثانية، فيها قوة الطلقة وإلى آخره. بتشوفون تحتهن أربعة، وفي واحدة منهن هي الكاش اللي يدخل عليك وانت ما تلعب اللعبة. في أشكال دبابات تقدر تاخذ واحدة بكاش اللعبة نفسها، والميدان نفسه يتغير خلفيته كل فترة يتغير. بس الحلو في اللعبة انه يعطيك أشكال عشوائية، الخلفية عشوائية، كل ما تيب سكور أعلى ولا كل ما تيب درجة أعلى بتلاقي الخلفية تتغير معك مع كل جيم. هي ليفلات، انا وصل ليفل فيها 47 الى ليفل 48، حصلت بروح افتح لي وايد يعني اماكن العب فيها وديك المشكلة. تميت العب اللعبة شوي الصراحة، وجربتها على النوت راين اللي عندي، ما كانت نفس الشيء. يعني شوفوا الحين في كذا مكان يفتح على حسب انتش تسوون. هالميدان يعجبني مع هاي الدبابة الصراحة، احلى دبابة احلى ميدان، بس بيتغير خلاص اذا طوفت الجيم من 47 ل 48 هو راح يعطيني شيء عشوائي من عنده. لكن في الايام الطويله اللي بعدين يتغير هذا كله، لان بعدين بتطول في المكان شوي، فما تفرق وياك وايد. لكن مثل ما قلت لكم، تعرفون شو براويكم الفرق بينها وبين النوت 9. هاي خلى الايفون برايه، بنعقل الايفون من ايدنا ونبس يغلها لكم اللعبة على السامسونج. طبعا النوت 9 ولا غيره ولا ها كلهم سامسونج في النهاية. نصير مركز العاب، هل يعجبني في السامسونج دائما عندهم مركز العاب مالهم يجمع الالعاب كلها بروحه. انزين شوفوا شكل اللعبة، لعبة غير ولكنها نفس اللعبة، كل شيء غير، تشتري بفلوس غير، اسمها غير، كلك تغير، الخلفيات غير،
الدبابات يمكن شكل أساسي نفس الشيء. لكن لعبة جميلة على الجهازين، لكن أحسها في السامسونج يبونك تدفع أكثر من الآيفون، وكلهم يبونك تدفع في النهاية فلوسك. اللعبة رقم 3 هاي غنية عن التعريف، كلكم تعرفونها، يمكن ما تعرفونها، من شركة فودو هيلكس جمب. أنا من وصلت ليفل 1000 خلاص قمت ما ألعب اللعبة. زين حق الفيديو زين فوز جايب العيد ليش؟ انزين أنا وصلت ليفل 1000 خلاص خلاص اللعبة ما أقدر ألعبها، أحس إني تشبعت منها. بس 1000 وايد، في ناس واصلة مراحل أعلى من 1000. فكرة اللعبة بسيطة، عندك لون نفس الحين في هذا الجيم، اللون الأخضر تلتزم فيه، إذا دقيت اللون الأصفر راح تخسر اللعبة. لكن في شوف نهاية اليوم هاي اللعبة هالألعاب بدأت ترفع التركيز صراحة، يعني أفضل تقولي لي فورتنايت مثلا، أنا أشوف هاي أفضل من فورتنايت. أنا ما ألعبها فورتنايت أصلا، ما عندي شانل جيمينج صح مفروض إني ألعبها، لكن الصراحة لو تشوفون قناتي ما ألعب أنا في فورتنايت، يعني حاولت لكن ما قدرت الصراحة. المهم خلنا من فورتنايت، خلنا في هيلكس جمب. هيلكس جمب لعبة حلوة الصراحة، صعوبتها ما تزيد وايد، تحسون اللعبة تسهل مع الوقت، كل ما يزيد التدريب عليها كل ما يزيد قوة اللاعب في التركيز، كل ما يزيد قوتك انت تتعامل مع الشغلات اللي تتحرك في دربك. ونفس باقي الألعاب تقدر تشتري ألوان كورة مختلفة، تقدر أظني بس ألوان كورة مختلفة هني كانت. وطبعا أهم شيء في اللعبة هاي يوم انتي بسكور عالي سوي شير ويا ربك، نفس ما إن شاء الله تسوي شير حق الفيديو هذا إن شاء الله نعجبكم. فاير رايت، فاير رايت صراحة من الألعاب الجميلة، تميت فترة حلوة أنا ألعب اللعبة الصراحة، فترة جميلة يعني كلها على هاللعبة هاي. تحداني واحد من ربع وجاب فيها سكور يمكن 30-50-60 واحد، وقال لي ما تغلبني، ودخلت اللعبة وتميت معلق عليها سبحان الله. اللعبة حلوة، توازن الحبل، تشتري لك كرة حلوة، تغير المربع اللي هو يسمونه البورت الهم اللي تخط فيه يعطيك سكور زيادة. مبدأ اللعبة بسيط، وازن وهاي البورتلز، وازن الكورة طول الدرب على أساس إنك تجيب مسافة أعلى. وكل ما تدخل في أي مربع خاصة الأخضر تجيب كومبوز، تتم تجمع 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 تجمع. طبعا اللعبة تزيد صعوبتها كل ما تلفل في اللعبة، ولا كل ما تزيد في المسافة كل ما تصعب عليك، تسرع اللعبة، ممرات تستوي أضيق إلى آخره ما له هنالك. اللعبة باختصار لكنها حلوة الصراحة، جميلة بالنسبة للفودو. من فاير رايدز، من فاير رايدز لفاير اب، فاير اب شوفوا لعبة الثعبان ولا خلكم لعبة الثعبان، لا هاي مبدأها ثاني. نفس شفت الدبابة كيف يوم كنا في لعبة الدبابة وين بول بلاست، بس هذه انت تتحركون مش الكورة تيكم. اقدر اشبه لكم اياها تقريبا نفس الشيء، يعني تقوون كل مرة هالسلاح تقو، اظن هني بس في تقوية السلاح. ما لعبت اللعبة وايد لاني تميت انا على فبول بلاست الصراحة أكثر من هاي، إذا دعمت شيء خسرت نفسي إذا هذا قد دعمك، بدل ما الهدف يجيلك أنت تروح الهدف. لكن اللعبة ترى حلوة، اللعبة حلوة، شوفوا إذا تطور شوفوا الفرق من شوية الحين لين بنطور فيه، لأن هاي اللعبة من الزيرو فأقدر أطور لكم إياها، مش نفس بول بلاست وواصل فيها بعيد. شوف كيف طبعا البلوكات نفسها ولا الأرقام يبدأن يكبرنا، ما يتم من نفس الأرقام اللي عندكم، وإذا كسرتوا النجمة 200 200 اموركم في اللبن. والسكور اللي تبون ترى الفلوس اللي تصرفونها، اهم شيء انكم ما تدعمون شيء وتقدرون تكسرون الجدران اللي قدامكم وتوصلون بعد مسافه. شوفوا حالات الالعاب يوم تلعبونها مع ربع وتسوي لهم شير سكور، احلى شيء في هالالعاب، لانها لعبه بسيطه الكل يلعبها، ما يبالها تعقيد وما يبالها الجوستيك ولا غيره. واللعبة اللي بعدها، اللعبة اللي بعدها هاي يمكن اللعبة المفضلة مالي في الليست، انا حاطنها في الوسط خاشنها بشوف، اللي بيشوف الفيديو بيعرف ماي فيفوريت جيم اللي هي هاي اسمها هولي اي او. فكرة اللعبة بسيطة لكن صراحة جميلة، اللعبة حدك في اللعبة دقيقتين، عندك مثل ما كبرت الحين صح اغراض على الارض تاكلها، كل ما تاكل كل، تعرفون الحفرة السوداء
البلاك هول يسمونها هاي اللي في السماء اللي تاكل كل شيء ويقول لك عبر الزمن تاكل، هاي فكرتها مرة هي نفسها، كل ما تاكلون كل ما تكبرون. وذكرتوا لاعبين ثانيين موضوع ثاني، وهي سبحان الله دشيت بسجل على طول في خريطة المفضلة، ترى في أكثر من خريطة، في مدينتين وفي جزيرة، مدينتين ولا مدينة كانوا أظن مدينتين هي غير عن بعضهم شوي، واحدة فيها آليين. وهاي الهدف من اللعبة في دقيقتين تاكل الماب قد ما تقدر. اللعبة فيها أربع مودات، أول مود هذا تدخل مع لاعبين من يجيب سكور أعلى يفوز، طبعا مفجرنهم ما في واحد اثنين، 24 ساعة لعب اللعبة، دقيقتين عندك بس أعلى سكور تفوز. وثاني مود اللي هو الناس تاكل بعض، تكبر وتاكل الناس، آخر حفرة تتم عايشة يعني اللي هي ما حد أكلها هي الفايزة في الجيم. المود اللي بعده أنك لازم تاكل المدينة كلها في دقيقتين، يعني ما في جيم، أنت تدخل على الخريطة تحاول تاكل المدينة كلها، خلاص تكبر الحفرة تكبر الحفرة تكبر الحفرة لين خلاص قدك ماكل المدينة أو المكينة قالت طاخ طوخطيها المدينة كامل. المود الأخير هي المود الحلو، تدخل أنت وربعك تزامطوا، تدخل أنت وربعك وسووا كونكشن بينكم هاي نتورك، سووا لهم فايت وادخل عليه وكلوا ربعكم كلهم، لا تخلون واحد فيهم عايش. جربوا اللعبة صراحة اللعبة حلوة وانصح فيها، مشكلتها يمكن الدعاية، كل ألعب فيها دعاية لكن الأمور تمشي واللعبة جميلة الصراحة تستاهل تشوف دعاية لها. اللعبة التالية بعد واحدة من الألعاب الجميلة حق فودو، لعبة تور، بيرفكت تور. هاي هدفها انك انت توازن البرج بس، على فكرة لعبة فنان، على فكرة في طريقة اذا اللعبة هي ما تستعمل اونلاين نفس بعض الالعاب تاخذ اونلاين عليك، ممكن تقطعون عنها النت في طريقة بالايفون وفي الاندرويد مش متأكد لكن الايفون اعرفها، اذا تبون تعرفون الطريقة اللي تبندون فيها الدعايات عن الالعاب الاوفلاين اللي ما تستعمل الانترنت اكتبوا تحت في الكومنت وانا بخبركم الطريقة، بسوي لكم فيديو ان شاء الله. اللعبة بكل بساطة وزن البرج، اذا طاحت اي قطعة من البرج مالك اعتبر الجيم انتهى، خلاص انتهى الجيم، من تطيح اول قطعة شوفوا خسارة، اللي وصل على برج على سكور حطوا لك العلم انت فايز بكل. وها هنا نوصل لاخر فيديو والاخر لعبة، طبعا في العاب ثانية انا سجلتها لكن الفيديو وايد طول، اذا تبون تشوفون العاب ثانية حلوة من شركات معينة ولا اقوى العاب ولا شو الالعاب الحلوة تقضون فيها وقتكم، في العاب حلوة وايد، اذا انتوا واقفين في اللفت في العاب حلوة، اذا انتوا تتريون دور في العاب حلوة انك تلعبها دائما، في العاب حلوة مع هلك في العاب حلوة، بروحك اكتبوا لي تحت في الكومنت اذا تبون تشوفون العاب زيادة ولا تعرفون العاب زيادة عن طريق الايفون والاندرويد. اللعبة جدا بسيطة، هاي تركيب أرقام مضاعفات، شوفوا الاثنين يستوي أربعة والأربعة يستوي ثمانية، وتجمعهم على بعض على أساس أنك تشكل رقم. لا لا اليوم الوضع منتهي، لا لا الفيديو هذا منتهي أصلا، انزل وتشكل رقم أكبر. طبعا إذا عبيت المكان كامل وصلت للخط اللي تحت الأصفر أنت تخسر اللعبة، خلاص أنت تخسر اللعبة، فيبالها هني شوي حسبة وتكتكة، خلك تلعب راحتك، ما في وقت أنا لعب بسرعة عشان الفيديو، يعني أبا أوصل أسرع ما يمكن مرحلة أعلى شوي تشوفون الأرقام العالية. اللعبة أظني تنتهي على 2048، هذا الرقم اللي مفروض أنها تنتهي عليه وآخر رقم أنت تبغى توصل له في اللعبة. شو أنا وصلت 265، وصلت 512، وصلت ما أذكر شو آخر رقم، بس مش وايد عالي، ما أذكر شو آخر رقم كان، بس تقدرون تسوون مضاعفات، هي تركيب رقم. المهم هذا كانت نهاية الفيديو لهذه الحلقة، عجبتكم الحلقة ادعموها وسووا لها شير ولايك وسبسكرايب لا هنتو، وابغى اشوف كومنتاتكم تحت، وهل تبون نستمر بفيديوهات مثل هاي الطريقة، اذا تبون اكتبوا لي تحت في الكومنت، هذا اهم شيء، اهم شيء الراحة النفسية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.